بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. خرجوا من المدينة، بقي أربع يوم أربع من ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت، أي سقت الهدي، لأهللت بعمرة. قال: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج. خرجنا مع رسول الله. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتي لأنها حاضت فلم تطف، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وأهلي بالحج، يعني صارت قارنة. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة، يعني ليلة 14، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأردفني، أي أركبني وراءه، وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال النووي رحمه الله: هذا محمول على إخبارها عن نفسها، أي لم يكن علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم إنه مشكل من حيث أنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم، القارن الذي جمع بين العمرة والحج يلزمه هدي، وكذلك المتمتع. ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة الشعر والظفر وغير ذلك، أي لم أرتكب محظوراً فيجب بسببه هدي أو صدقة أو صوم. هذا هو المختار في تأويله، إلا أنها قارنة والقارن عليه هدي. وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة، لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل، فليهل بعمرة. وساق الحديث بمثل حديث عبدة. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة
ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة، وساق الحديث نحو حديثهما، وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدق، يعني هي قارنة وعليها الهدي، ولكن لم يلزمها دم غير ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وتقدم أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. فأما من أهل بعمرة فحل، أي طاف وسعى وقصر وتحلل وليس معه هدي. وأما من أهل بحج أي مفرد أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا، طافوا وسعوا وبقوا على الإحرام إلى يوم النحر حتى كان يوم النحر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف نورية أو قريباً منها حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنفست يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. الحائض تعمل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فحتى تطهر. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف أي نورية، فطمثت أي حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفست أي حضت. قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تعمل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فحتى تطهر. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، أي من لم يسق الهدي، اجعلوها عمرة، أي المفرد أو القارن يجعلها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار رضي الله عنهم، ثم أهلوا حين راحوا، يعني يوم التروية حين راحوا إلى منى. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: من هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة أي ليلة 14، قلت: يا رسول الله،
يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحجه، قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فأردفني على جمله أي أركبني وراءه، قالت: فإني لأذكر وأنا جارية أي صغي حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. وحدثني أبو أيوب الغيلاني، حدثنا بهز، حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف نورية حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون، غير أن حمادًا ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذوي اليسارة أي أصحاب المال، ثم أهلوا حين راحوا ولا أقولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل رضي الله عنها. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثني خالي مالك بن أنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، ولكن تقدم أنه كان قارناً جمع بين العمرة والحج صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف نورية، فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه هدي، من لم يكن منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي، يعني حط. قال: فلا يضرك، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب أن أعلى المعابد، فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به طواف الوداع قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فطواف الوداع واجب، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء إذا كانت قد طافت للإفاضة. حدثني يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن،
ومنا من تمتع. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاجة، إن كانت متمتعة ولكن حاضت فصارت قارنة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني 25 من ذي القعدة، بقي 5 لذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل، أن يقصر يصير متمتع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه رضي الله عنها. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاء، يريد مسلم أن يروي عن شيخ آخر رحمه الله. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حاء، وعن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، أي عمرة وحج، وأصدر بنسك واحد. قال: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك، أي عمرتك على قدر تعبك، أو قال نفقتك. فالذين أحرموا من الميقات أجرهم أعظم، والذين أهلوا من التنعيم أجرها على قدر عملها. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، فذكر الحديث يعني بعمرة وحج. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يطوف ويسعى ويقصر. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، يعني ثم يحرم بالحج يوم التروية وعليه الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فحلت فلم أطوف بالبيت، فلما كان ليلة الحصبة، يعني ليلة 14، قالت: قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة. قال: أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها: ما أراني إلا حبستكم، يعني مؤخرتكم. قال عقرى حلقى: أو ما كنت طفتي يوم النحر، يعني طواف الإفاضة؟ قالت: بلى.
قال لا بأس انفري. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة يسقط طواف الوداع عن الحائض. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. وقال وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، وساق الحديث بمعنى حديث منصور. قوله عقرى حلقى، قال أبو عبيد رحمه الله: معنى حقرى عقرى عقرها الله تعالى، وحلقى حلقها الله. قال: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها. قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروون عقرى حلقى، وإنما هو عقرا حلقا. قال: وهذا على مذهب العرب في الدعاء، في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه. وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، وساق الحديث بمعنى حديث منصور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعًا عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة، يعني وصل مكة قد مضى من ذي الحجة أربع أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ وقال الحكم: كأنهم يترددون، أحسبوا ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت أن التمتع أفضل لكنت متمتع ما سقت الهدي، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، أي علمت أن التمتع أفضل ما سقت الهدي معي حتى اشتريته ثم أحل كما حل، ولكن ساق الهدي فلذلك قرن وبقي محرما إلى يوم النحر. وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضينا من ذي الحجة، يعني وصل مكة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطب بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يوم 13: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني تكوني قارنة. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني إبراهيم بن نافع، حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها أنها حاضت بسرف النورية فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. يعني كانت قارنة فيكفيها الطواف والسعي، ولكنها أرادت عمرة فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم رضي الله عنهما. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، حدثنا صفية بنت شيبة، حدثتنا صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل، على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة، يعني يؤدبها حتى لا تتكشف، فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قال النووي: قال بعضهم: صوابه ثغنة الراحلة، أي فخذها، يريد ما خشن من موضع مباركها. قلت له: وهل ترى من أحد؟ وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة، يعني أعلى المعابد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عمرو، أخبره عمرو بن أوس، أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيعمرها من التنعيم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد قال: قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف النورية عركت، أي حاضت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية يوم الثامن، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حلت، وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطوف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. يعني فصارت قارنة ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطوف بالبيت، يعني عند قدومي، حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة، أي ليلة 14. وحدثني محمد بن حاتم
وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا، وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جرير، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تبكي، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليل، وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه، يعني إذا كان خيراً، فأرسلها مع عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير: فكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل، يطوف ويسعى ويقصر. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة أهللنا بالحج وعليهم الهدي، صاروا متمتعين، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. الهدي الذي تمتع عليه هدي اشتركوا سبعة في بقرة أو سبعة في بعير، وتكون البقرة لها سنتان، والجمل يكون له خمس سنوات. اشترك في خمسة، اشترك سبعة في بقرة وسبعة في جمل. القارن الذي جمع بين الحج والعمرة وطاف وسعى وبقي محرم يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفيه لأنه لم يتحلل. وأما المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى قال جابر: فقدم علي رضي الله عنه من سعايته، كان باليمن، فرجع علي ومعه هدي، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان قارناً، فصار علي رضي الله عنه قارن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراماً، أي محرماً، أن يطوف ويسعى ويبقى محرم لأنه قارن. قال: وأهدى له علي هدياً رضي الله عنه. فقال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد، يعني من لم يسق الهدي يتحلل، اجعلها عمرة. حدثنا ابن نمير، حدثني أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل، يعني الذي لم يسق الهدي،
ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وطاقت به صدورنا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال: أيها الناس أحلوا، يعني الذي لم يسق الهدي، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلت. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحال، حتى إذا كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، وصار عليهم الهدي لأنهم تمتعوا. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو نعيم، حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم، يعني من لم يسق الهدي، فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ هدي محلة. ففعلوا، يعني يوم النحر بعدما ينحر الهدي يتحلل. وحدثني محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مكة، قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل، من كان مفرد ولم يسق الهدي يطوف ويسعى ويقصر يجعلها عمرة. قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الهدي، فلذلك كان قارن ولم يتحلل. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة، أي بالتمتع، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر رضي الله عنه قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء صلى الله عليه وسلم، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله. كان ينهى عن التحلل عن التمتع كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء، يعني نكاح المتعة كان حلال فحرم الله تعالى نكاح المتعة. قال: وأبتوا نكاح هذه النساء، أي اتركوا نكاح المتعة، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، لأن نكاح المتعة نسخ وحرم، فنكاح المتعة حرام لا يجوز. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، يعني كان ينهى عن التمتع، ولكن الرسول قرن وأمر من لم يسق الهدي أن يتمتع. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف: حدثنا حماد بن زيد
عن أيوب قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. الذي كان مفرد ولم يسق الهدي أمره أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم قال: أبو بكر حدثنا جابر بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى إزرار الثوب، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه. وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة، يعني في كساء ملتحفا بها كلها، وضعها على منكبه ورجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب وهو الذي يعلق فيه الثياب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا عن تسع سنين، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين أي بالمدينة لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، في السنة العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم، أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فالحائض والنفساء يصح لإحرامها، تحرم ولكن لا تطوف حتى تطهر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، مسجد ذي الحليفة، ثم ركب القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء اسم مكان، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله أي تفسيره، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت الكعبة المشرفة معه استلم الركن أي الحجر الأسود، فرمل ثلاثا أي أسرع في المشي ثلاثا في طواف القدوم، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، فأثر قدمه في الحجر، مقام إبراهيم حجر كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة أثر قدمه فيه، هذا هو مقام إبراهيم. وبعض الجهال يظن أن فيه قبر إبراهيم، هذا باطل،
ليس فيه إلا حجر كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ويبني الكعبة، فأثر قدمه في ذلك الحجر، حتى إذا أتينا البيت ما استلم الركن فرمل ثلاثا، أي أسرع ثلاثة أشواط ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين، في ركعتي الطواف: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه بعدما صلى ركعتي الطواف، استلم الحجر الأسود ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بذكر الصفا، قال: إن الصفا والمروة، فنبدأ بالصفا ثم بالمروة. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، رأى الكعبة المشرفة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ذلك وهو واقف على الصفا، ثم دعا بين ذلك، دعا الله تعالى، قال مثل هذا ثلاث مرات، يعني هلل ثلاث مرات، كلما هلل يدعو. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، كان مكان منخفض، سعى أي في ذلك المكان المنخفض، والآن بين العلمين الأخضرين، مكان الرمل في السعي بين العلمين الأخضرين، حتى إذا صعد من ذلك المكان المنخفض مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. لما وصل إلى المروة استقبل القبلة وقال، كبر الله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا ثم كرر التهليل ثم دعا ثم كرر التهليل ثم دعا، كل هذا على المروة، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني من الصفا إلى المروة يعتبر واحد، من المروة إلى الصفا يعتبر اثنين، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، السابع ينتهي إلى المروة. فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل أن يطوف ويسعى ويقصر وليجعلها عمرة، ثم يحرم بالحج وعليه هدي التمتع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني من لم يسق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. يعني من لم يسق الهدي وأهل بعمرة فليتحلل. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن أي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، كانت معتمرة وطافت وسعت وقصرت وتحللت،
ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها وقالت فقالت إن أبي أمرني بهذا، لأنها متمتعة وطافت وسعت وتحللت. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني قلت له أنها تحللت يعني كي يؤدبها، محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها يعني كي يعاتبها، ولكنها إنما تحللت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ماذا قلت عند الإحرام؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. والرسول كان قارن، إذن صار علي قارن. قال: فإن معي الهدي فلا تحل حتى فلا تحل، يعني صرت قارن ومعك هل ومعك هدي. قال: فكان جماعة الهدي الذي قام به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، المجموع 100 من الإبل هدي. قال: فحل الناس كلهم وقصروا، يعني الذين لم يسوقوا الهدي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية 8 من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فصار عليهم الهدي الذين تحللوا. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بات الليلة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة أي بخيمة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش كانوا لا يخرجون إلى العرفة، كانوا لا يخرجون إلى عرفة، يقول: نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، وظنوا أن الرسول يفعل كذلك. فأجاز أي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. الوقوف بعرفة أعظم ركن، فوجد القبة الخيمة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها يعني حيث المسجد حتى إذا زاغت الشمس أي زالت وصار وقت الظهر، أمر بالقصواء ناقته صلى الله عليه وسلم فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فدم المسلم حرام ومال المسلم حرام وعرض المسلم حرام، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء أي لا تظلموهن، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت.
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم شد، اللهم شد، 3 مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، هذا بعرفة، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا أي من الرواتب. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، ما طلع الجبل بل عند الصخرات، وجعل حبل المشاة أي طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم، وقف حتى غربت الشمس يدعو الله، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص أي غاب قرص الشمس، وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من عرفة، وقد شنق أي ضيق للقصواء الزمام، يعني حتى لا تسرع وتؤذي الناس، حتى إن رأسها رأس الناقة لا يصيب مورك رحله أي الخشبة التي في الرحل، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا، لا يؤذي بعضكم بعضا. كلما أتى حبلا أي مكانا مرتفعا من الحبال أرخى لها الزمام قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي نافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، يعني نام بالمزدلفة، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه أي دعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. ثم أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما أي حسنا، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن، يعني النساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يعني حتى لا ينظر إلى النساء، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر، لأن النظر إلى المرأة محرم، فكان يضع يده أمام الفضل حتى لا ينظر إلى النساء، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا أي أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، يعني الجمرة الأخيرة الكبرى، يوم النحر ترمى الجمرة الكبرى فقط، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، ورد في بعض الآثار أنه كبعر الغنم، الحصى قدر بعر الغنم، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة صلى الله عليه وسلم، 63 من الإبل نحر بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر أي ما بقي من 100 وأشركه في هدي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي قطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث
حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، يعني ليس عليه زرج. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله، ثم فأجاز منزله منزله ثم يعني بالمزدلفة فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. فالوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، فقريش كانوا لا يخرجون إلى عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل مر بمزدلفة وأتى إلى عرفة ووقف بعرفة. الحج عرفة أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا أبي عن جعفر، حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، يعني إلا بطن عرنة، ووقفت هاهنا أي من مزدلفة وجمع كلها موقف. فلا بد من التأكد من حدود عرفة وحدود مزدلفة. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر أي الأسود فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والرمل يأتي في طواف القدوم، وأما في طواف الإفاضة ليس فيه رمل. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراةً، أعوذ بالله، إلا الحمس، والحمس قريش، وما ولدت كانوا يطوفون عراةً إلا أن تعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لا بد من الإفاضة من عرفة. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. فالوقوف بعرفة هو أعظم ركن من أركان الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعًا عن ابن عيينة قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرًا لي، أي ضاع بعيره، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمس، يعني من قريش، فما شأنه هاهنا
وكانت قريش تعد من الحمص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقف بعرفة، فلا بد من الوقوف بعرفة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء اسم مكان، فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت، طب بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، لأنه ما ساق الهدي فأمره أن يتحلل، وأما علي ساق الهدي فلذلك لم يتحلل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج يعني يوم التروية ولزمه الهدي. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك، أي تأنى بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك.